سن اليأس ده بتبقى مرحلة صعبة قوي قوي على الستات. كانت بتجيلها دورة منتظمة، كانت احساسها بنفسها مختلف، بشرتها ناعمة، ما عندهاش اي مشاكل، احساسها في العلاقة الزوجية كويس جدا وما عندهاش مشكلة فيه. سن اليأس هي مرحلة انتقالية ما بين ست عندها هرمونات كويسة وبتجيلها دورة كويسة، وانقطاع الهرمونات دي وانقطاع الدورة ليها اثار كتير جدا جدا على الست. من ضمن الاثار دي بيبقى عندها احساس بالحر او الزهقة، بيبقى عندها وجع في عظمها، بيبقى عندها جفاف مهبلي. الست لما بتدخل في سن اليأس ضروري ان هي تزور الطبيب علشان يبدأ يصلح لها كل مشكلة على حدة. من احدث الحاجات اللي الطب ظهرت فيه او التقنيات اللي ظهرت في الطب هو علاج الجفاف المهبلي. مع نقص هرمون الاستروجين بيبدا الغدد والخلايا اللي موجوده في المهبل تبطل ان هي تطلع الافرازات او السوائل الطبيعيه اللي بتبقى موجوده. فست طول الوقت حاسه ان هي متهيجه، متضايقه، حاسه ان في اكلان، في حرقان، في حكه في المكان نفسه، فمتضايقه ومش عارفه ايه الحل. الحل ان هي لما تزور طبيب النساء احنا بنعمل حاجة اسمها BRP اللي هي بليتلت ريتش بلازما، عن طريقها بنستخلص عوامل اسمها عوامل النمو او الجروس فاكتورز، وبنبدأ نحقنها في المكان، بنحقنها في الغدد اللي مسؤولة عن افراز السائل ده، بنحقنها في المهبل، بنحقنها في الاريا كلها علشان تزود النضارة. وبالتالي من اول جلستين الست هتحس بفرق كبير ومش هتبقى متضايقة من الجفاف المهبلي.